السلام عليكم. اهتزت ولاية شلف صباح اليوم على وقع فاجعة أليمة بعد وفاة إمامين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد. وحسب المعلومات المتداولة فإن الضحيتين أصيبا بالفيروس التاج منذ أيام، وشاء الله أن يتوفيا في نفس اليوم وبنفس الولاية، ما جعل الحزن يخيم على الشارع الشلفاوي. ويتعلق الأمر بكل من الإمام محمد كوريفة، يبلغ من العمر 58 سنة وهو إمام مدرس بمسجد المقارنية ببلدية الشطية رحمه الله، والإمام الثاني خامس محمد 67 سنة إمام بمسجد العجاب ببلدية تجنة رحمه الله. الضحيتين أوري الثرى اليوم بذات الولاية رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.